لما بدا في الافق نور نور محمد كالبدر في الاشراق عند كماله نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. هو بالرسالة والهداية قد أتى، شرفت به الدنيا وكان مكملا. من بعد شق الصدر وجه قلبه للغار معتكفا غدا متأملا، حتى بدا جبريل قال اقرأ وقل، فكأنه في العلم كان الأول. فترى الوجود مغردا ومرددا، ما أن أطل على الوجود ضياؤه حتى أنار العالمين إلى الهدى.